مع هالفقره الجديده بتكون معنا ان شاء الله باذن الله، ونذكركم بارقام الاتصال احنا وياكم في مجدكم وبالتحديد في برامج مجد للاطفال. هذه الارقام ان شاء الله ظاهره على الشاشه، اتصلوا فينا عندكم اي ملاحظات او ايجابيات او ايضا بعض نقاط التطوير اللي تبونها وتريدونها او نحتاجها ان شاء الله في مجد الاطفال نسمعها منكم بشكل فعلي، بيكون معنا ايضا اتصال. نروح لفقرتنا الان، يلا نسمع. في مجدكم طيب نستقبل الآن اتصال من مدير قناة مجد الأطفال الأستاذ عبد العزيز بنوب. حياك الله أبو عمر. يا حياك الله أبو الوليد. يا هلا ومسهلا. يا هلا وسهلا، نورت وشرفت، والله يعينك الآن على جمهور مجد، وإن شاء الله بإذن الله يجيبون الأشياء الإيجابية وأيضا نقاط التطوير إن شاء الله في مجد الأطفال. ليش فقرة يلا نسمع نبغى نعرف منك؟ أول شيء جمهور المجد ليس جمهور فحسب، هم شركاء ويصنعون النجاح ويشاركون في صناعة البرامج والأفكار والمقترحات، وإحنا وياهم نكمل بعض يعني. يا سلام. وبالنسبة يلا نسمع، هي مفترض تكون من النسخة الأولى من مجدكم، لكن أجلناها لهذا الموسم مع التغيير الموجود الحاصل بوجود استاد رياض طبعا. يا هلا يا هلا. نسمع من الجمهور على الهواء مباشره، ويكون الرد على الهواء مباشره. إيه. وتسجل كل الملاحظات طبعا. اكيد ما راح نسمع كل الملاحظات على الهواء لانه الجمهور كبير وممتد ولا يسع لهذه الفقره بالتاكيد، فلذلك الزملاء في اداره النشر الالكتروني يجمعون كل الملاحظات الموجوده في تويتر، في انستغرام، في اليوتيوب، في الواتساب، في كل الوسائل اللي تصل فيها كل الملاحظات، وتزود لمديري القنوات سواء مجد ماسا، المجد العامة وهكذا، ويتم الرد عليهم من خلال الإخوة في إدارة النشر الإلكتروني. مشكورين. جميل جدا. طيب طيب، أول اتصال معنا من رقية أخوي أبو عمر، وبنسمع ملاحظتها، ودامك على الخط حنا بندخلك معنا، والأيام الجاية إن شاء الله نسمع منهم إن شاء الله بشكل أكثر وأكبر. طيب طيب، يمكن قبل رقيه اسمح لي بس. ايوه اسلم. طبعا فضل. اليوم بيكون معنا قناه مجد، والاسبوع القادم قناه بسمه، والاسبوع اللي بعده قناه تغريد بالتتالي هكذا يعني. يا جميل. سلام. يعني ملاحظات الان اليوم لقناه اليوم مجد. بالضبط. نعم. يلا رقيه معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله رقيه، تتابعين قناه مجد الاطفال؟ اكيد. جميل جدا. طيب ها رقيه، في البدايه ايش عندك ملاحظه او عندك شيء تبي تذكرينه من البرامج الايجابيه او البرامج اللي شفتيها اللي اعجبتك بشكل فعلي يمكن؟ والله ما شاء الله يعني مجد الاطفال كلها ايجابيات يعني، ما في الا اشياء بسيطه كذا تحتاج تعديل. ايوه عندك ملاحظه ولا شيء عندك مثل ايش يعني او اقتراح؟ هو الاقتراح اللي عندي برنامج مجدكم. ايوه. ودي لو يرجع لتويتر حتى يعني البرنامج يصير اكثر تفاعل، حتى الناس يقدرون يدلون بارائهم. انستغرام الاغلب ما عندهم انستغرام او اهلهم رافضين، انما تويتر في كثير جدا عندهم حسابات. اها طيب، انت اول شيء قلتي قبل ما جاوب ابو عمر، انت قلتي اهلهم رافضين على انستغرام رايحين لتويتر او العكس؟ ايوه لا، يصير مثلا الوالدين اغلبهم يصيرلهم اكيد حسابات في تويتر، اما انستغرام يعني ما اهتماماتهم ما نقدر يعني نتفاعل. طيب قصدك انت الاطفال يشاركون بحسابات الاهالي عبر تويتر؟ ايوه. لانه اصلا تويتر ليست منصه خاصه للاطفال بشكل فعلي اصلا. لا لا، على حسابات اهاليهم. طيب ابو عمر، هل في اجابه عندك ابو عمر؟ طيب شكرا اخت رقيه على الملاحظه، واحنا صراحه في بعض البرامج شغالين في تويتر، وبدانا الان في مجدكم بالانستغرام. ليش الانستغرام؟ الفئة المستهدفة اللي هو شريحة الأطفال متواجدة بشكل أكبر في الانستغرام وفعل أكثر من تويتر. تويتر غالباً تكون المواضيع الاجتماعية للفئة الكبيرة إن صحة العبارة، أما الانستغرام فهو فيه الصور، فيه الفيديوهات، وغالباً الأطفال يحط الذكريات والصور ويشارك أصدقائه في الانستغرام كمواد مرئية أو مسموعة في الانستغرام بشكل أكبر. فلذلك توجهنا انستغرام، وهي تجربة وشفنا نجاحها صراحة، وبعض اللي غردوا صراحة في تويتر
هم جمهور من البنات الكبار او الاولاد الكبار يعني. جميل. ايضا ابو عمر انا بضيف يعني بصراحه خاصه في الموضوع هذا بنكون صريحين شويه انه التويتر جمهور المجد ما شاء الله جمهور مشارك ويوصل ترندات يعني في المستوى على المملكه العربيه السعوديه او حتى يعني على مستوى اعلى شوي. اللي اقصده هنا انه تكون يصير في مشاركات وفيها يعني اشياء مسيئه حاضره في الترند او في الهاشتاج، ما ودنا احنا بصراحه احبابنا فلذات اكبادنا من الاطفال يشوفون هذه الاشياء الموجوده في ترندات. فحلو ان نصنع كيان لوحدنا ايضا موجود عبر الانستغرام، وهذا هدفنا، ودنا جمهورنا يساعدنا في مجدكم بالتحديد. طيب سارة اسلم، بس تعليق خفيف بس انه اسلم كيف عرفت انهم كبار او شيء؟ احيانا من اسلوب الصيغه في الهاشتاج في تويتر انه ليش سحبتوا علينا، او من الصيغه تعرف عمر اللي كاتب ولو بشكل تقريبي حتى. صحيح، عرفت صحيح. هذه الفكره. طيب اخت ساره السلام عليكم. ساره الو يا ساره. وعليكم السلام. اهلا يا ساره، تتابعين قناه المجد من متى؟ من زمان؟ من سنة. سنة؟ أيوه. أها سنة، جميل. طيب ها تفضلي، عندك ملاحظة أو اقتراح أو فكرة أو أي شيء؟ أيوه تفضلي. أكتب برنامج بنات مرتين في الأسبوع. مرتين قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ بعد الأكل. طيب طيب سارة تقول نبي بنات مرتين في الأسبوع يا أبو عمر، إيش ردك؟ يا أبو الوليد أول شيء أنت سألها تقول لها من متى تتابعين قناة المجد أطفال وعمرها أقل من سنة ما شاء الله. ما شاء الله. أيوة أبوي يبغى يكل. طيب خصوص برنامج أبوي يبغى يكلمكم. طيب أبشر يا سارة أبشر. نعلق ولا؟ طيب يلا. طيب نعلق أبو عمر وبعدين نسمع أبو سارة. السلام عليكم ورحمة الله. هلا والله أبو سارة. أخريا كيف حالك؟ سلام الله. الحمد لله طيبين إن شاء الله، مع إنه البرنامج هو نسمع آراء الأطفال بس يلا حنمشيها اليوم يا أبو سارة. والله نحبكم في الله ونشكركم كثير. الله يسعدك يا رب ويوفقك دنيا وآخرة. بس حالي لأني أول مرة ترى أكلم برنامج في حياتي والله. أبداً شرف والله بأهل أبها كلهم وما شاء الله متابعينا بشكل فعلي يا أبو سارة، وشكراً لك على حرصك على أبنائك أنك أدخلت هذه القناة لهم. جزاك الله خير والله يوفقكم إن شاء الله ويقويكم، وحنا نعرف أنكم تتعبون كثير، والبرامج اللي تجي في التلفزيون خلفها عمل كبير، مشكورين وجزاكم الله خير. بس هذا اللي نقول. الله يجزاك خير على هالكلمات اللي التحفيزيه بصراحه لنا، والله يعيننا ان شاء الله باذن الله نقدم ما يرضي الله عز وجل ثم جمهورنا. الله يعطيك العافيه ابو ساره. شكرا، شكرا لكم جميعا. بنجيب ساره سؤالها الحين، يلا ابو عمر ايش جوابك لساره؟ قبل ما اعلق على ساره اول شيء شكرا لابو ساره، وبختلف معاك، احنا في فقره نسمع نتكلم بكل وضوح وشفافية، احنا نسمع من الاب من الام من البنت من الولد، فنسمع من الجميع. ابو عمر تختلف معي يا ابو عمر؟ تمام انا اختلف معاك، البرنامج هذا للاطفال يجاوبون يكتبون اباء وامهات معليش بس ابو ساره بس ابو ساره اباء وامهات نسمع منهم يلا معك صراحه يا رياض يلا ما المشكله نختلف مع بعض بالنسبه لك بعدين مقترح ساره بالبنات حدثين في قناة مجد الأطفال تنوع البرامج على مدى الأسبوع يعني مثلا يوم الأحد برنامج يوم مجدكم هي وهو الصياح منصة أهلا أهلا أولاد أهلا أهلا بنات بنات وهكذا تكرار مش محبب لا سيما وأن البرنامج يعاد نفس اليوم يعاد اليوم التالي تكرار البرنامج أكثر من مرة إلا بظروف معينة فالتنوع وفي القوالب والمحتوى أحب إلينا من تكرار البرامج. جميل. وهذا لوحظ صراحة من خلال الجمهور أنفسهم شافوا وجتني كم رسالة في منصة الملاحظات إنه التنوع القائم في الدورة الحالية ملاحظ بشكل كبير على البرامج. يا سلام يا سلام. يعني كان عليه هي هو سابقا هي وهو حلقتين الصياد حلقتين في برامج أكثر من حلقة في الأسبوع وهذه تلاشت الحمد لله. يا سلام عليك ابو عمر، وانا بصراحه بس امزح شوي مع ابو ساره، الاصل انه الاباء والامهات يتابعون ما يشاهدون ابنائهم وايضا يقدمون الفكره او النصيحه او الاستطلاع واحنا معاهم بالعكس. بس شكلك خفت يلغى البرنامج او شيء. وش هو اي برنامج؟ مجدكم يلغى؟ ايه قاعد تصرف الموضوع. ترى عادي، ترى في عرض جانا ترى من قناه الطبيعيه. قناه يعني قصدي بسمه بس افلام كرتون. طيب معنا جمانه اخر اتصال علشان نروح اليوم للفقرات الموجوده معنا. السلام عليكم جمانه. الو جمانه هلا.
اهلا اهلا، تفضل يا جمانه، يلا عندك فكره او مقترح او اي شيء لقناه مجد؟ انكم يعني مسلسلات تخلون منها اجزاء كثيره. مسلسلات؟ ايوه. يعني زي اي مسلسل؟ كرتوني ولا لا ممكن بشري؟ افلام كرتون. افلام كرتون اي. القطارات الاليه الحين في جزء ثاني، نبغى جزء ثالث. طبعا القطارات الآلية في قناة بسمة. ايوه بس نودي هالسؤال لهم ان شاء الله ويجابون عليه ان شاء الله الاسبوع القادم. طيب في شيء على مجد الاطفال؟ ايوه مجدكم الحين هذا اي جزء؟ هذا الجزء الثاني يعتبر يعني. يعني نبغى جزء ثالث لان مرة متعة. تونا بدينا قلنا بسم الله. يعني نغير رياض الخبران؟ لا. يا ابو عمر. وش ما سمعت قبل شوي؟ الحمد لله انا جاوبت يعني. ترى اسمع لازم نرجع لإدارة النجوم عشان نختار النجم يعني. بالضبط. يعطيك العافية. طيب. بالنسبة لبسمة سؤالها لقناة بسمة يا أبو عمر وش تقول؟ قلنا لها الأسبوع القادم. ذكرت المسلسلات بشكل عام وعرضت على الكرتون، الكرتون في بسمة. وبالنسبة للدراما والمسلسلات في مجلس الأطفال غالبا تكون في موسم رمضان، وعلى الطاري بإذن الله عندنا عمل درامي بحول الله في موسم رمضان جديد. يا سلام. غير جاري العزيز من إنتاج فرع القاهرة. وان شاء الله ينال قبول واستحسان الجمهور بعد رضا الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. تعريض اخير بس، في الايام الماضيه خرجت خمسه برامج جديده على قناه مجد الاطفال، بعرف عليها بشكل سريع. برنامج تلاوه مع الشيخ سالم العنزي، وهو برنامج لتلاوه القران فقط لا غير، وتم اختيار اربعه او خمسه اصوات مميزه، علي وعمر وبلال وعبد الله في مشاركين في البرنامج. برنامج آخر حركة 2-3-4 مع الكابتن محمد المذكور، تمارين رياضية خفيفة سريعة. برنامج حكاية مهنة، في كل حلقة يعيش تفاصيل وحكاية مهنة، ثم تجرى تحديات بين المقدمين الاثنين. برنامج لعبها صح، برنامج رياضي من إنتاج فرع القاهرة. وبرنامج طفولة ناجحة، في كل حلقة دردشة حول حياة طفل أو طفلة في حياتهم نجاح معين وإبرازه والدردشة حوله من خلال دمية ومذيعة البرنامج. يا سلام، يعطيك العافية أبو عمر. شكرا لك. فقرة يلا نسمع تكون حاضرة معنا ونسمع منهم ونستقبل. بس قبل ما نروح في جنى داخل اتصال معنا، بنختم معها. جنى السلام عليكم. جنى أهلا. أهلا جنى، تفضل يا جنى، ملاحظتك او فكرتك او مقترحك اي شيء. خلصنا فكرنا. اقتراحي هو انه يكون في برامج توعويه للاطفال، ويعني يكون في افلام يعني قصيره تشدهم، لانه الحين مع التقنيه وكذا صار ما يشدهم اي شيء. جميل. ويكون في يعني افلام قصيره مثل جاري العزيز وهذه الاشياء. ممتاز. وفي قصص الصحابة كذا، لكن ما تكون بصور متحركة، رسوم متحركة. أيوة. تكون يعني بشرية. يا ممثلة سلام. ممكن تشدهم أكثر. ممتاز ممتاز، شكرا. طيب. الاقتراح أبو عمر. توعوية بالضبط يعني ولا بشكل عام؟ أي يعني تفعيل الدراما بشكل عام، تفعيل الدراما أبو عمر. طيب بالنسبه للبرامج القصيره، احنا الفتره الحاليه شغالين على البرامج القصيره. خرجت في جلسه مجال ونسعى في ضخ اكبر عدد من البرامج باذن الله. وبالنسبه للدراما ذكرت سابقا انه حيكون في رمضان بحول الله شيء ينال اعجاب الجمهور. طيب طيب، يعطيك العافيه ابو عمر، واكيد كل الملاحظات هذه وغيرها يعني ترسل عبر النشر الإلكتروني، ويتابعون إن شاء الله في إدارة قناة مجد الأطفال، وهذه الفقرة إن شاء الله تتطور بشكل فعلي إن شاء الله، إحنا وياكم بملاحظاتكم ومقترحات.